فأنا ألتمس من عدالتكم استدعاء كل من الأستاذ عبد الأخر توفيق المحامي اللي كتب الوصية، كذلك دكتور شوقي خميس مدير المستشفى، ومدحت حسنين نائب القسم، ودكتور فخري عبد العزيز الطبيب المعالج للمجني عليه، ولسيادتكم جزيل الشكر. الدفاع تعمد السهو واسقاط اسم الدكتور جلال عوني استاذ المتهمه والذي نسبت اليه واقع طردها من غرفه العمليات. قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوه لجلسه باكر، وعلى النيابه استدعاء الشهود الذين ذكرهم الدفاع والدكتور جلال عوني كطلب النيابه لسماع اقوالهم. رفعت الجلسه. البنت عندها شيزوفرينيا، مجنونه يعني، وسهل جدا ان احنا نثبت ده كله. يعني بدل السجن هتخش المستشفى تقعد لها سنه ولا سنتين. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، ان المتهمه الماثله امامكم مش مجنون، مش مجنون، مش مجنون. الحكم لم ينفي نية القتل عن المتهم، ولكن المحكمة لم تستظهر نية القتل في حكمها، واحنا النهاردة هنا علشان المحكمة تستظهر نية القتل، ولها أن تحكم بنفس الحكم. دي بديهيات يا أستاذ. أنا جزء من اللعبة اللي أنت بتقدرش تعيش من غيرها. أنا في انتظارك يا أوبرا. طريق السلامة، ألف سلامة. صبرا صبرا فارس حميد. ايه مالك يا ابني مهموم كده ليه؟ كل تعبنا راح على فشوش. ازاي يا سيد يا ابني؟ النقضة كانت قابل خلاص، واتعادت المحاكمة لعدم توافر نية القتل. النهاردة وكيل النيابة وجه لعايدة تهمة القتل العمد، يعني كل اللي عملناه هنعيده من الأول تاني. وماله يا ابني؟ اللي اتعمل قبل كده يتعمل تاني، وانت قدها ودود. كمل، وما دام بتقول الحق يبقى رزقك ورزقنا على الله. كمل ولا يهمك. قوم 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 نصلي العشاء في المرسي ابو العباس، وهتشوف كرامات المرسي. اهش لا مرسي ابو العباس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم. ايه مالك يا ابن فاطمة؟
واحنا احنا الفاكر ايه انت خايف ولا ايه؟ تكونش هايب المحكمة ولا دي اول مرة تخشها يا روح خالتك؟ حاول لما تنزل التغذية دي بتطول اللسان شوية. لا يا حبيبي انا لساني طويل من يومي، انت اللي باين عليك بلعت لسانك، انت ما عجبتنيش امبارح. ما تيجي تترفع بدالي ولا ايه؟ طب والله هعملها. هي شغلانتك دي شغلانة؟ قوم يا سيد، قوم اصلب طولك كده وارفع راسك لفوق وعلي صوتك وجلجل. ان شاء الله ان شاء الله كسبان، ده انا دعيت لك من كل قلبي، كسبان كسبان. تجوزينا يا ستوتة. ما تخدش يا واد. نادي على الشاهد الاول. الاستاذ عبد الاخر توفيق. افندم. اسمك وسنك وعنوانك. عبد الاخر سعدي توفيق، 45 سنه، محامي ومقيم بخمسه شارع البكباشي محمود العسوي بميامي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. ما معلوماتك عن القضيه موضوع المحاكمه؟ معلوماتي كلها تقتصر ان انا بصفتي محامي المجني عليه رحمه الله عليه كتبت له وصيه اوصاني بيها قبل وفاته. وايه مضمون الوصيه دي؟ المرحوم اوصى بالفيلا بتاعته اللي فلوران الى الدكتوره عايده هارون الوكيل بعد وفاته، وكمان علبه الكوتشينه الذهبيه. واين حررت هذه الوصيه؟ في المستشفى سعاده الرئيس. قبل وفاه المرحوم بكام يوم استدعاني في المستشفى وملاني الوصيه وكتبتها ووقع عليها هو، وبعدين حطيتها في مظروف وودعتها الشهر العقاري في نفس اليوم. النيابة تسأل الشاهد حاجة؟ يا ترى كانت حالة المجني عليه ايه لحظة ما املاك الوصية؟ الأستاذ محامي مش دكتور. الحقيقة كانت حالة المجني عليه رحمة الله عليه سيئة جدا من يوم ما راجع لمصر. وبصفتك محامي هل يجوز لإنسان في الحالة دي بتحرير وصية؟ يا رئيس أنا بعترض. اعتراض الدفاع غير مقبول، الشاهد يجاوب عن النيابة. السؤال ده حضرتك يوجه إلى طبيب، ده مش من اختصاصي. شكرا. أستاذ عبد الآخر، أنت كنت تعرف المتهمة قبل كتابتك الوصية؟ الحقيقة أنا شفتها أول مرة لما كنا بنشتري في فيلا من والدتها، وبعدين كنت بشوفها كذا مرة لما كنا بنزور المرحوم في المستشفى. يعني هل سبق بينكم حديث؟ لا، بس المرحوم الله يرحمه كلمني عنها كتير. كان بيقول لك إيه؟ النيابة تعترض لأن أسئلة الدفاع خارج الموضوع. اعتراض النيابة غير مقبول. كمل يا أستاذ. الحقيقة المفهوم كلمني عنها وعن طيبتها وإن هو كان مستريح لها. كلمني كمان عن باباها وإن هو كان بيتعالج من نفس المرض وفي نفس المستشفى وعلى نفس سريره. كلمك في الموضوع ده كم مرة تقريبا؟ كل مرة كنت بزوره فيه. هل المتهمة كانت تعرف مضمون الوصية يا أستاذ عبد الآخر؟ طبعا لا، لأن المرحوم كان حريص جدا إن محدش يعرف حاجة أبدا عن المقابلة اللي تمت بيني وبينه ولا عن الوصية، لا عايدة ولا صفيناز إلا بعد وفاته. المرحوم طلب منك إنك تلغي التوكيل الرسمي الخاص بالسيدة صفيناز زوجته، حصل؟ حصل. إمتى الكلام ده؟ في نفس يوم كتابته للوصية. ليه يا أستاذ عبد الآخر؟ ده بديهي جدا يا أستاذ، لأن التوكيل ده كان ممكن ينسف نسف تام الوصية اللي كتبها المرحوم. ايوه، في حين المرحوم كان مصمم جدا على تنفيذ وصيته. مصمم جدا يا سيادة الرئيس. شكرا، الدفاع يكتفي. شكرا يا استاذ، تفضل. نادي على الشاهد الثاني. الدكتور جلال عوي. الدكتور جلال عوي. لم يحضر. الشاهد اللي بعده. الدكتور فخر عبد العزيز. افندم. اتفضل. اسمك وسنك وعنوانك. ما هو الدكتور جلال عوني ما جاش، ما كناش نيجي احنا كمان. الدكتور جلال عنده عذر، لكن انت عذرك ايه؟
صباح الخير. وادي الدكتور مدحت وصل. هيجي الخير منين؟ الله الله، ليه كده يا دكتور؟ دول كل الحكايه كلمتين صغيرين قوي وهتمشي، ما تحملش هم. تعال 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 يا دكتور خليل. اقعد اتفضل. الله الله الله، ليه التوتر ده يا دكتور؟ خليك ريلاكس. امال حضرتك يا دكتور فخري كنت الطبيب الخاص للمجني عليه وايضا صديقه. ايوه. المجني عليه كان ملم بحالته الصحيه؟ طبعا. يعني كان عارف حقيقه مرضه؟ ايوه. وعارف ان ايامه في الدنيا معدوده؟ طبعا. كان بيتعامل مع الحقيقه دي بقى ازاي؟ الحقيقه المرحوم شكري كان طبعه غريب شويه، كان بيراهن على كل حاجه بالكوتشينه حتى المرض. ازاي يا دكتور؟ مش فاهم. اعتبر ان المرض خصمه وقرر انه يواجهه، لدرجه انه في يوم رفض ياخد المسكنات وقعد يعد نوبات الالم اللي بتجيله في خلال 24 ساعه. وعد النوبات فعلا؟ ايوه. طلعوا كام؟ الحقيقه الالم كان مستمر، لكن النوبات الشديده كانت 20 نوبه في ال 24 ساعه. وبعدين يا دكتور؟ استمر على الحال ده كل يوم ولحد اخر يوم. يعمل مقارنه وبالارقام بين جرعه المسكنات وعددها وعدد نوبات الالم وشدته. كان بيلهي نفسه عشان يستحمل. تفتكر يا دكتور فخري اخر مره قال لك فيها الارقام دي كان امتى؟ يوم ما مات الصبح قال لي انه اخذ 4 انواع مختلفه من انواع المسكنات. يوم ما مات. طيب يا دكتور فخري، هل حدث والمجني عليه دخل في غيبوبه او فقد وعيه او ما شابه ذلك؟ اطلاقا ما حصلش. يعني المجني عليه من يوم ما دخل المستشفى لغايه وفاته كان واعي ومدرك تماما، والتقارير بتاكد كده. شكرا يا دكتور. بعد اذن المحكمه النيابه تودي سؤال الشاهد. اتفضل. دكتور فخري. افندم. سيادتك كنت الطبيب الخاص وليس الطبيب المعالج للحاله اثناء وجودها في المستشفى. ايوه. اذا فاستدعاء الدكتور فخري عبد العزيز من قبل الدفاع خارج موضوعنا، واجابته عن الحاله اكيد هتكون اجابه اجتهاديه. فحاله المجني عليه كانت في تدهور دائم كل دقيقه، وسيادته لا استطيع تحديد تطور الحاله مثل الاطباء المعالجين، وهما للاسف المتهمه والدكتور جلال عوني. لهذا فالنيابه ترى ان استخدام الدفاع لاي معلومات امده بها الشاهد مرفوض. النيابه وقعت في خطا فادح يا سياده الرئيس. الدكتور فخري هو الطبيب المتابع للحالة من أول رحلة الكشف والتشخيص في أمريكا، وكان يتابع العلاج هناك وهنا في مصر. يبقى هو أدرى الأطباء بحالة المجني عليه، كان يتجمع لديه كل الآراء الطبية وتقارير الفحوص. شكرا يا دكتور، فضل حضرتك وهنحتاجك بعدين. شكرا. نادي على الشاهد اللي بعد كده. الدكتور شوقي خميس. موجود. يلا دكتور شوقي بسرعة بيندهوا عليك. اجمد امال ما تخافش، انتم السابقون ونحن اللاحقون. يلا يلا. خفيف قوي الدكتور شوقي. وانت ناوي تقول ايه يا دكتور مدحت؟ هقول الحقيقة طبعا، اخالف ضميري يعني يا دكتور خليل. ده انا هحلف، هقول والله العظيم هقول الحق. حضرتك قلت في النيابة ان المتهمة غير مطيعة ولا تنفذ الاوامر الصادرة اليها وغير متحملة للمسؤولية وغير متعاونة. مصيبة لما تتجمع الصفات دي في طبيبة. يا دكتور شوقي، حضرتك رئيسها المباشر وشايف كل ده فيها، هل حصل انك امرت بالتحقيق معاها او جازتها حسب لائحة العمل؟ انا لفت نظرها الشفوي. لفت نظرها شفوي يا سيادة الرئيس؟ طبيبة بكل هذه الصفات وغير متحملة للمسؤولية ويلفت نظرها شفوي؟ النيابة تحب توضح حاجة مهمة جدا للدفاع، ان ما ذكره الشاهد قد تم داخل غرفة العمليات والتي طردت منها المتهمة وفي وجود عالم جليل وهو الدكتور البروفيسير جلال عوني، فلا داعي لمجادلة الشاهد. انا لا اجادل احدا يا سيد الرئيس. طبيبة بهذه الصفات وغير متحملة للمسؤولية، ازاي اسيبها تدخل اوضة العمليات 46 مرة لتحقق بذلك اكبر رقم بين اقرانها؟ دكتور شوقي، انت درست المتهمة وهي طالبة؟ ايوه. تفتكر تقديراتها؟ المتهمة حصلت على تقدير امتياز في مادة الدكتور شوقي. تقديراتها في المواد الاخرى ما بين امتياز وجيد جدا طوال مدة الدراسة. يا للدهشة يا سيادة الرئيس، طالبة متفوقة كل هذا التفوق تتحول بقدرة قادر
إلى طبيبة فاشلة. إحنا بنحاكم طبيبة مش تلميذة. اعتراض النيابة مقبول، وليس التفوق الدراسي يعني بالضرورة التفوق العمل يا أستاذ. أنت كان منك ومن المتهم علاقة؟ آه طبعا، دكتورة عايدة زميلة عزيزة، هي دي العلاقة اللي بيننا. حصل وتقدمت لخدمة المتهمة؟ حصل ولا ما حصلش؟ والحقيقة كان مشروع، لكن مشروع ما كملش، فالجواز أصله اسمه نصيب. ممكن حضرتك تقول لنا أسباب فشل المشروع ده؟ لا معلش أنا آسف، دي حاجات شخصية مش من حق أي حد يتدخل فيها. والنيابة تعترض على استجواب الدفاع للشاهد. استجواب الشاهد لصالح المتهم يا سيادة الرئيس، بدون الدخول في مسائل شخصية. يا رئيس، الشاهد كان خاطب المتهمة لما كان أبوها عايش وعندهم فيلا. لما اتبعت الفيلا والأب توفى لغى المشروع وراح عمل مشروع تاني، خطب بنت مدير المستشفى، وأثناء الخطوبة دي حصلت مخالفات كان بطلها الدكتور مدحت، كشفتها المتهمة، حصل عداء واضح بين الدكتور مدحت والدكتور شوقي من جهة والمتهمة من جهة أخرى. كيف إذن نستبعد شبه التحامل الشاهدين؟ لذلك أطالب عدالتكم باستبعاد الشاهدين وأقوالهم من ملف القضية بالكامل، كما أطالب باستدعاء الآنسة جيهان محمد مكرم اللي كانت مسؤولة عن المخزن أيامها، كذلك إحضار دفاتر الصادر والوارد الخاص بالمخزن عن الشهور المحددة بطلبنا أمام عدالتكم. يتم إحضار الأوراق المذكورة واستدعاء الشاهدة بناء على طلب الدفاع، وتؤجل الجلسة لباكر الاستماع للشاهدة. رفعت الجلسة. وقال لي إنه بيحبني وصدقته، وياما قعد جنبي في المخزن وأنا بعمل له فنجان القهوة بإيدي لغاية ما عرفت إن هو تقدم يخطب بنت الدكتور شوقي. ساعتها كنت بعمل جرد في المخزن، لقيت عندي عجز كبير جدا في الفلاكسيديل والبافلون، ولولاها ربنا يسترها ويفك حبستها هي اللي وقفت جنبي وقدرت تعرف العجز ده راح فين، لأن رسالة الدكتور مدحت كلها في الموضوع ده. العجز اللي بسببه نقله الأنسة جيهان مزبوط في دفتر الصدر والوارد إنه تم صرفه بمعرفة مدير المستشفى الدكتور شوقي خميس. النيابة تعترض، فالدفاع يريد أن يشتت المحكمة في قضية لا تهمها ولا تهمنا. كل اللي بقوله يا ريس يهم القضية ويهم المتهمة. تعال يا أستاذ، أنت عايز إيه أوبرا؟ نستبعد شهادة الدكتور مدحت والدكتور شوقي. مستحيل يا ريس، لأن بالشكل ده هنضطر نستبعد واقعة الطرد من أوضة العمليات، وده اللي عاوزه الأستاذ. وبعدين التقرير الطبي اللي قدمه محامي الدكتور جلال عوني يخلينا نعفيه من الشهادة، وده هو شاهد الإثبات الوحيد على الواقعة. يعني شهادة خصوم عايدة هم اللي هيأكدوا الواقعة؟ نفس الواقعة حصلت مع الدكتور مدحت وطرد الدكتور سعد من أوضة العمليات. أنا يا ريس مش عايز أشتت المحكمة، بس أنا هحط متهمين تانيين في قفص الاتهام مع عايدة. ده عايز يخليها قضية رأي عام يا ريس. راح فين الفلاكسيديل اللي اتصرف بمعرفة مدير المستشفى يا ريس؟ راح في التجارب اللي عملها خطيب بنته. الأستاذ عاوز دخلنا في قضية تانية خالص. يا ريس أنا جاهز، معي أسماء الحالات اللي توفت أثناء إعداد الدكتور للرسالة، كلها دخلت من غير أي شكوى في التنفس وماتت بهبوط في التنفس زي ما كتبوا في التقارير. الدكتور جلال عوني وصل يا فندم. اتفضل حضرتك استريح شوية. اسمك وسنك ومحل اقامتك؟ جلال مصطفى عوني، 56 سنة، طبيب سابق، شارع الفصحى، الاسكندرية. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. ايه معلوماتك عن موضوع القضية؟ انا قابلت شكر الهواري في امريكا واشتركت مع عدد من الاطباء في تشخيص مرضه، ولما دخل مستشفى كان تحت اشرافي وفي القسم بتاعي. انا وقفت عن الشغل قبل ما يموت. ما هي الحالة المرضية التي كان يعاني منها المجني عليه؟
سرطان في العظام وكان منتشر وفي حالة متأخرة. تقرير الوفاة بيقول إن المجني عليه تم حقنه بعقار الفلاكسيديل مما أدى إلى ارتخاء بالعضلات وهبوط تنفسي وهبوط حاد بالدورة الدموية مما أدى إلى الوفاة. هل حالة المريض كانت تستدعي حقنه بالفلاكسيديل؟ في الحقيقة أنا تركت الشغل قبل كده وما عنديش فكرة عن الحالة، لكن لو كان في مشكلة في التنفس يستدعي وضع المريض على جهاز تنفس صناعي يبقى كان لازم يتحقن بالفلاكسيديل. وإذا لم يصاب بمشاكل في التنفس يبقى ما فيش أي لازمة للفلاكسيديل. النيابة تتفضل. شكرا يا ريس. هل سبق ليك بأنك طردت المتهمة من غرفة العمليات قبل كده؟ أيوة حصل، بس أنا أحب أفسر. يعني أنا بسأل سؤال محدد، حصل ولا ما حصلش؟ أيوة حصل. وفاكر الجملة اللي أنت قلتها لها في اليوم ده؟ أيوة طبعا فاكر، لكن أحب أشرح موقف. أنا أقول لك أنت قلت لها إيه في اليوم ده؟ أنت قلت لها أنت ما تنفعيش حتى تعملي عملية الكلب. جرية يا أستاذ، أنا من حقي أفسر الموقف وأفسر كلامي. أنت قلت لها ولا ما قلتش؟ أيوة حصل. نيابة تكتفي بذلك، شكرا. الدفاع عاوز يسأل الشاهد حاجة؟ طبعا يا سيادة الرئيس. دكتور جلال اتكلم براحتك، قول فضفض كل اللي كان نفسك تقوله، وسيادة وكيل النائب العام رفض انك تقوله قوله. دي لهجة استهزاء وسخرية انا ارفضها شخصيا يا رئيس. رفضك مقبول يا فندم، انا متأسف جدا. دكتور جلال، هل سبق وطردت المتهمة من غرفة العمليات بعد توبخها بالعبارة المذكورة من قبل؟ أيوة حصل، لكن في حاجة مهمة أنا عايز أقولها يا فندم. زي ما سعادتك شايف أنا مريض بمرض الشلل الرعاش اللي أقعدني عن العمل، وأنا كمريض كنت أتمنى أكون بين إيدين دكتور زي الدكتورة عايدة، لأنها جراحة ماهرة. من أول يوم شفتها في أوضة العمليات قلت لنفسي البنت دي هيكون لها مستقبل كبير قوي، لكن عيبها الوحيد في نظري إنها كانت عاطفية جدا، كانت حساسة زيادة على اللزوم مع المرضى بتوعها، لدرجة إنها كانت بتتعاطف معاهم أثناء الجراحة. وأنا بعتبر ده عيب، لأن الجراح لازم يفصل نفسه عاطفيا تماما عن الحالة علشان يقدر يركز ويبقى قادر على اتخاذ القرار مهما كانت قسوته. أما فيما يخص كلامي العنيف لها، فأنا علفتها كأستاذ، كأب. يمكن أسلوبي كان قاسي معاها شوية، لكن كان غرضي إنها تقوى وتبقى شديدة. ده غير إن أنا أسلوبي دايما بيبقى قاسي مع الدكاترة الممتازين بس، لكن الخيرين أنا ما ضيعش وقتي معهم. ودلوقتي لو سمحت لي ممكن أمشي. معلش يا دكتور جلال، بعد إذنك حد سؤال صغير بس قد كده. هل الفلاكسيديل يعتبر من العقاقير السامة؟ لا إطلاقا. إذن هو عقار غير قاتل بطبيعته. وحضرتك وضحت المحكمة الظروف الطبية التي يستخدم فيها هذا العقار. السؤال دلوقتي، هل من حق عايدة كطبيبة إنها تصرف العقار ده بنفسها؟ أيوة طبعا، بصفاتها طبيبة لها مطلق الحرية في التصرف. شكرا يا دكتور جلال، بعد إذن حضرتك بس أنا هتعبك كمان 5 دقايق. دي تقارير طبية عن حالة المريض قبل وفاته بيوم واحد. دي أشعة للصدر، شوف حضرتك. دي ده تحليل دم كامل، وده تقرير عن حالة التنفس، وهنا تقرير عن حالة الضغط والنبض والحرارة. المهم مع الأخذ في الاعتبار إن المريض منع من الحقن بالعلاج الكيميائي نظرا لانخفاض نسبة الكرات الدموية البيضاء وإصابته بأنيميا شديدة يستحيل معها الحقن، وهذه المعلومة للمحكمة أيضا. دكتور جلال، بعد إذن سعادتك
مريض بالحالة دي يا شبيه. طبعا الأعمار بيد الله، مفيش بني آدم مهما كان علمه يقدر يحدد إمتى وفاة إنسان، لكن إحنا بنقول بتقدير العلمي بتقريب يعني. يعيش قد إيه يا دكتور؟ مش أكتر من أيام. أيام يا سيادة الرئيس. معلش دكتور جلال، سيادتك شفت الأشعة بنفسك ولاحظت انتشار الأورام، وفي ملف المريض قبل وفاته بثلاث أيام معلومة بتقول إن تم حقنه بعقار موسع للشعب الهوائية. هل معنى كده إنه أصيب باختناق أو كرشة نفس أو ضيق في أي حاجة ما شابه ذلك حصل؟ طبعا الاختناق وارد جدا وممكن يكون متكرر في حالة زي دي. الحالة دي بقى إذا اتطورت للأسوأ بعد ثلاثة أيام يتطلب ذلك وضع المريض على جهاز تنفس صناعي؟ فعلا. وعشان يتحط على جهاز التنفس الصناعي لابد من حقنه بالفلكسيدين. بالظبط كده. شكرا يا دكتور. أنا بشكرك. شكرا يا ست الرئيس. الدفاع يكتفي. طب اتفضل يا دكتور. متشكرين قوي. قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوة لجلسة باكر للاستماع لمرافعة الدفاع. رفعت الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هو الله، الرحمة قبس من نوره، الرحمة هي روح العدالة والحق غايتها. ودفاعنا اليوم عن الحق في محرابه لهو في المقام الأول تقرب لله عز وجل. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء الرحماء، جميل أن نؤمن بقضية وجليل أن ندافع عما نؤمن به. لم أقف في منصة الدفاع من قبل صادقا مؤمنا بكل كلمة أقولها كما أقف الآن. صدق وإيمان بالحق
تغلغل إلى أعماقي من خلال عايدة. المتهمة التي ربما لم يحتوي هذا القفص اللعين شخصاً مثلها من قبل، مثلها في الصدق والشرف والنزاهة والبراءة. الدكتورة عايدة، يا سيادة الرئيس، وبشهادة الشهود أمام عدالتكم، طالبة متفوقة، طبيبة ماهرة، كان ينتظرها مستقبل باهر، لم يكن فيها من عيب حسب رأي أستاذها سوى فرط الحساسية وشدة التعاطف وقوة التوحد مع مرضاها، حتى أن المرة الوحيدة التي اضطر فيها طبيبها المعلم إلى نهرها كان بغرض زرع بعض من القسوة التي في رأيه يجب أن يتحلى بها الجراح الماهر. هل هذه مواصفات قاتلة؟ هل قتلت عايدة؟ ما هو القتل يا سيادة الرئيس؟ انعقاد النية واتجاه الإرادة نحو إزهاق روح إنسان دون حق. أولاً انعقاد النية، إذا لابد أن يكون هناك دافع. ما هو دافع عايدة؟ ربما علمت بوصية شكري الهواري فانعقدت نيتها واتجهت إرادتها نحو إزهاق روحك حتى تفوز بالفيلا. هل هذا طبيعي يا سيادة الرئيس؟ طبيبة تتابع حالة مريض وتعرف من التقارير والأبحاث والحالة العامة أنه يقضي أيامه الأخيرة بل ساعاته الأخيرة وتقدم على ارتكاب جريمة قتل حتى تفوز بالفيلا التي سوف تكون من حقها بعد ساعات قليلة. طبعا هذا غير معقول، فما بالكم وعايدة بالفعل لم تكن تعلم بوجود وصية. سلاح الجريمة، هل الفلاكسيديل عقار قاتل بطبيعته؟ التقرير الفني يقول لا. التقرير الفني يا أستاذ بيقول إن الفلاكسيديل عقار قاتل. اتلهي. إيه؟ أرجو إثبات واقعة الإهانة في محضر الجلسة. ليس في الأمر إهانة يا سيادة الرئيس، أنا واصل التقرير بقول له اقرأه. اقرأ اقرأ التقرير يعني. يتلوه تلاه اتلهي. سوسة. أستاذ أوبرا، مش عايز تلاعب بالألفاظ أرجوك. يا سيادة الرئيس، الثابت في التقرير حرفيا أن الفلاكسيديل عقار قد يؤدي إلى الوفاة في حالة عدم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي، يعني قد يؤدي وقد لا يؤدي، ودي من صفة العقار القاتل بطبيعته. فلنبدأ القصة من أولها. سيادة الرئيس، عايدة ابنة وحيدة لأب أرمل رفض الجواز وعاش لبنته، كانت هي كل همه في الدنيا دي، وهو كان سندها وراجلها، كان كل حياتها. أصابه نفس المرض اللعين، رأى قدامها يعتصره الألم كل ساعة ودقيقة وثانية، وهي طبيبته حتة منه، حس بكل عصرة ألم بكل آهة عذاب، لكن قليلة الحيلة مش قادرة تعمل له حاجة، مش قادرة حتى تخفف آلامه، لغاية ربنا سبحانه وتعالى ما أمر له بالرحمة توفاه. عاشت عايدة بحزنها على والدها وإحساس دفين بالذنب لعجزها عن تخفيف آلام أعز الناس ليها وهي طبيبة، وجيه شكر الهواري بنفس المرض ونفس الألم، رقد على نفس السرير وفي نفس الأوضة، أول ما شافته تعاطفت معاه، توقعت نفس الألم ونفس النهاية، وهو ارتبط بيها لدرجة أنه كان بيرفض ياخد الدواء غير وهي موجودة. شاف فيها بنته اللي ما خلفهاش، وهي شافت فيه الأب اللي راح منها. لكن الأب يا سيادة الرئيس بيموت لتاني مرة وبنفس الألم. وفي يوم من الأيام
هجموا الألم بشراسة وضرابة، هزموا وهزم معاه كل أسلحة الطب والدواء. بصلها وكأن أنياب وحش كاسر بتنعش في لحمه. استحلفها بكل غالي ترحمه، أبوس إيدك ارحميني. حصرها بنظراته من كل جانب. وقعت عايدة ضحية إكراه مفيش بني آدم يقدر يقاومه. ما قدرتش تستحمل موت أبوها مرتين بنفس العذاب، ومات شكر الهواري في هدوء، ويمكن مع آخر نفس طلع من صدره كان بيدعي لها. سيادة الرئيس، هل يجوز هنا القصاص؟ من شروط القصاص أن يطلب ولي الدم القصاص، فإن عفا فلا يجوز القصاص. إذا كان هذا حق ولي الدم، ألا يكون حقا من قبل للمجني عليه نفسه؟ وهو الذي طلب وألح في طلبه، هل يجوز بعد ذلك أن يطلب وراثه القصاص؟ أخبروني يا أهل الشرع، هل القصاص واجب هنا أم لا؟ أخبروني يا أهل القانون، هل يجوز الحكم على من ارتكب جريمة تحت إكراه؟ وأنتم تعرفون أن الإكراه المعنوي والأدبي يتساوى مع الإكراه المادي. ألم تقع عايدة تحت إكراه معنوي ونفسي حينما حقنت المجني عليه؟ ألم تكن آلامه وتوسلاته هي التي أفقدتها إدراكها الواعي المتبصر فأقدمت على حقن المجني عليه تحت وطأة هذه الظروف النفسية الصعبة؟ هل يجوز عقابها؟ سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء الرحماء، عندما تخلون إلى أنفسكم فكروا، هل عايدة مجرمة آثمة نفسها نفس مشبعة بالإجرام اقترفت ما اقترفته بقصد القتل؟ وفي النهاية أقول إن الرحمة والشفقة هما لواء ما فعلت عايدة، فبذات الرحمة أناديكم، بذات الشفقة أناشدكم، فاقضوا ما أنتم به قاضون، فإنا لقضائكم مطمئنون، والله الموفق. الحكم آخر الجلسة، رفعت الجلسة. انت عظيم قوي. لو فينا حد عظيم يبقى انتي، انتي بطلة الأوبرا دي يا عايدة. تفتكر هينطقوا بالحكم ولا هيأجلوها؟ انت خايفة؟ وانت معايا؟ لا انا كمان يا عايدة، انا ما مش خايف من حاجة ابدا. محكمة! قررت المحكمة اولا تعديل الاتهام من القتل العمد الى اعطاء المجني عليه مواد ضارة وهي عقار الفلاكسيديل، ولم يكن ذلك بقصد القتل، ولكن تلك المواد أودت بحياته. بس هدوء، تفضلي يا حاج، عادي. طيب حاضر. ثانيا، تأجيل نظر الدعوة لجلسة 12 لاستكمال المرافعة على الوصف الجديد. رفعت الجلسة. مبروك يا عايدة. مبروك يا عايدة.
انت عارفه تغيير الوصف ده معناه ان اقصى عقوبه ممكن تتعرض لها 7 سنين. الف مبروك سيدي. الف مبروك يا ست. مبروك يا عين. مبروك يا حبيبتي. الحمد لله الحمد لله. أوبرا 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 اللي نازل أوبرا.